تمام، سوي الآن شير. أحد ما سجل حضور شباب؟ نعم دكتوراني، راح أدز الرابط مرة ثانية. ماشي اوكي. وين آخر شيء وصلنا بكر؟ ما أتذكر صراحة دكتور، لأن ما شايف الفيديو من المحاضرة. زين، دكتور ما يذكر دكتور ولا لا. للأويلز يمكن وين؟ الأويل أويلز أول آخر شيء. كملنا له بعد مينرال أويل لا بعد، أها لا دكتور، هو وصلنا له ووقفنا. جيد، يعني وصلنا لل أنواع الأويلز غير المستخدمة. هاي مأشر عليها، مو اللي هنا. اي صحيح، مأشر عليها بالأصفر، يعني واصل اللي هنا. تمام، إذن نستكمل محاضرتنا في الفصل الثاني اللي هو يختص ب الدراكس، العقاقير الطبية والمصادر مالتها، يعني استخداماتها والمصادر مالتها. عندنا الجزء الآخر اللي من المكونات اللي هي طبعا بناخذها بالنباتات، يعني العقاقير الطبية اللي بنستخرجها من النباتات. عندنا الزيوت. طبعا الزيوت شباب هي طبعا مواد سائلة insoluble in water، يعني غير ذابة بالماء، وهي على ثلاثة أنواع: أما تكون essential يعني أساسية، أو fixed ثابتة، أو mineral أو معدنية. يعني عندنا ثلاثة أنواع من عندها، وهاي الثلاثة أنواع موجودة في مختلف النباتات، في مختلف النباتات. الاسينشال اويلز حقيقة هي طبعا مركبات، يعني زيوت تطايرية. هاي النوع هذا اللي راح أشير عليه، زيوت تطايرية. أساسا هي طبعا مركبات عضوية متطايرة، وموجودة عادة إما بنفس النبات أو موجود بالليفز، الأغصان مالته. والشيء الحلو بها إنه هي هاي ممكن استخراجها بشكل أسهل من خلال evaporation، عملية تبخير، أقدر أستحصل عليها. الأمثلة عليها مثلا عندنا الكلوف أويل، اللي هو نسميه زيت القرنفل، هذا معروف. وعند البيبرنت أويل اللي هو زيت النعناع أيضا. وعندي اليوكاليبتوز أويل، هو زيت اليوكاليبتوز، هذا معروف. وعندي
جينجر اويل زيت الزنجبيل. استخداماتها طبعا كثيرة، وهي أصلا هذه الزيوت شباب من أحد مكوناتها، أو ممكن تصنيفها إلى يعني تصنيف فرعي نسميه اللي هو هيدروكربونز، على أساس التيربين، المونوتيربين، السيس كويس تيربين، الداي تيربين، يعني مشتقات التيربين ممكن تكون بها صيغة، أو تكون على أساس oxygenated compounds اللي هي الاستر، الالديهايد، الكيتون، الكحول الفينول، والاوكسايد. اذا هذا عندنا اول شيء. اذا يجينا سؤال في هذا الامر هو what are the types of oil in plants, describe them in a brief. يعني اوصف لي اياها اول شيء، شنو هي الانواع؟ قل لي مثلا الاسينشال، الفيكس، المينرال، بعدين توصف لي كل واحد تكثث الصور شنو مكوناته، مثلا الاسينشال اويل، وراح نجي ايضا راح ناخذ الفيكس وناخذ المينرال، فيكون طبيعه هذا السؤال. او تكون الاسئله عاده انه اسال اقول مثلا الكلوب اويلز اللي هو يمثل المينرال اويل، هل هو يعني كلامي صحيح هذا؟ يعني من ناحيه الصح والخطا او املأ الفراغات، يعني هو هاي طبيعه الاسئله اللي راح تجي في هذا الموضوع. السؤال الآخر اللي ممكن يجينا إنه الـ essential oil شباب، راح يكون عندي what are the sub divided compound of essential oils. فهنا راح يكون جوابنا على هذا الكلام sub divided، يعني التقسيم الثانوي، راح يكون جوابنا على هذا السؤال هو انه تقسم الى نوعين، اما تكون عندي هيدروكربونات اللي هي التربنتين، المونوتربنتين ومشتقاتها، او تكون عندي اوكسجين كومبوند اللي هو الاستر، الالديهات، الكيتون، الكحول، الفينولز، الاوكسايد. هذه كلها هي تعتبر يعني زيوت اساسيه، اسينشال نسميها اساسيه، وتتواجد طبعا في مختلف انواع. طبعا اكثر شيء يتم استخراجها من الاوراق، من الاوراق والفلاور بارس، يعني زهر بالنسبه للنباتات. وين تتواجد هذه عاده؟ يعني منين اقدر احصلها هاي الـ essential oils أو الكومباوند اللي عندي هنا؟ أنا ممكن أحصلها يعني مثل ما قلنا إحنا من الأوراق، أو نكون عندي من أجزاء الزهرة الأساسية مالت النبات بالدرجة الأساسية. فممكن احصلها من الانايس اللي هو اليانسون، احنا نسميه اليانسون، الكور كوريندر، كوريندر، هذا الكوريندر المقصود به نسميها بالكز كزبره، هاي كزبره، نبات كزبره، البيبرنت هذا النعناع المتعارف عليه ممكن نحصل من عنده. عندي الروزماري، هذا نبات يسموه أكليل الجبل، يعني متواجد في الصين طبعا. الساند ويل اللي هو خشب الصندل نسميه الساند ويل، خشب الصندل. السينامون
نسميها بالقرفه، يعني هاي مسميات لازم واحد شوي جديده عليكم بس هو لازم يتعرف عليها. الليمون اللي هو الليمون، بقيه هذا لو نجي الان عندنا النوع الاول الهيدروكربون اللي هو التيربنتين بي، طبعا هي تستخدم مضادات ضد البكتيريا يعني مضادات حيويه مطهرات، ايضا تستخدم مضاد للالتهابات ممكن اللي هو انتي فليمرثري، وتحتوي على الكاربوفيلين والفينيسين، يعني هذه المركبات الاساسيه مالت التيربين والفينيسين والكامازيلين الفارنيسول، هاي كلها مركبات الليمينون تعتبر يعني مركبات التيربنتين. عندي اللينايل اسيتيت والجينرال اسيتيت والبولينال اسيتيت والايجول اسيتيت، هاي كلها استرات يعني يعني مركبات استريه. النوع الاخر اللي هو الاستر، هاي كل عندنا نحكي على الهيدروكربون الجزء الاول مو الاكسجين، الجزء الثاني اللي هو اكسجين كومباوندز راح نجي هاي على الهيدروكربون. ايضا هذه شباب موجوده حقيقه في البريغوت الكليسيك، وهي تستخدم بالدرجه الاساسيه كمضاده للفطريات ومهدئ ريلاكس ريلاكس ايجنت، وايضا انتي فنجل مضاد للفطريات اللي تتكون بالجسم. بالنسبه للالديهايد كومباوندز موجود عندي السيترال سيترانولال بنزالديهايد، هذا اكثر شيء مستخدم، السيناميك الديهايد سيناميك كيوميك الديهايد، ايضا هاي كلها امثله على الالديهايد اللي هي احد المكونات الاساسيه بالاسينشال اويلز. طبعا وجود هذا في الميليسيا اوفيشال، الميليسيا اللي اوفيشال اللي هو نسميه بلسم النعناع، يعني اكثر شيء موجود هي يعني. بالليمون ايضا موجود، اليوكاليبتوز ايضا موجوده، الكيتونات اللي هي الجاسمين الفرك الفنكور الكامفور الجرافون الميثون. يعني انا من اجيب سؤال يعني جزء يعني اقول مثلا على سبيل المثال هنا اذا اريد اسوي نفس السؤال على هذا اقول give three examples of ketone in essential oil. Oil هذا على سبيل المثال يكون عندي هذا السؤال مثلا، فشو يكون عندنا الجواب؟ من يجاوبني الشباب؟ دكتور رطي يعني واحد من هذني الأمثلة غير؟ أسيدك واحد من هذني اللي ذكرناها نضيف يعني استخدمه بهذا الاتجاه. بس ان شاء الله ايش مطالع اي دبل اس اي ان تي اي اي وليس العكس اي ال هسه المفروض اسينشال تمام. فاذكر مثلا الجاسمين اكثر شيء، الكامفور مو الميثون هذا يعني هاي اكثر شيء، طبعا هي تستخدم بالكولد فلول يعني الدراي كاف اللي هي امراض الانفلونزا بصوره عامه. عندنا التربنت الكحول يعني هاي الكحولات التربنت اللي هي لينول تيرتينول، هذه كلها هي كحولات عادة، وهذه الكحولات استخداماتها هي يعني مضادات بكتيريا ومضادات الالتهاب، وبنفس يعني الدرجة الأساسية أيضا يستخدم ضد القرحة، هاي اللي هو أنتي الأوسير بروتكتيف يعني ضد القرحة الدسر عندي بالأمعاء.
موجودة طبعا هذه بالروسوود اللي هو الخشب الورد شاب لانفير الروس ليمون بالليمون اليوكاليبتوس اللي هو اليوكاليبتوس هذا موجود شجرة اليوكاليبتوس وغيرها من هذا الفينولات مثلا عندي الايجونول سايمول لك فيريكول مثل ايجول هذه ايضا موجوده وايضا هي انتي بكتيريان بروبرتيز انتي مطهرات تستخدم بالدرجه الاساسيه ومضاده للبكتيريا ايضا النوع الاخر اللي بالسب ديفيجن اللي هو الاوكسيد اوف اسينشال قلنا قلنا الاوكسيد كومباوندز اللي موجوده عندنا الأكسيد كامبات عادة اللي موجودة هي سينول مثلا لينول اللي هو اليوكاليبتوز يسموه لينول أكسيد الأسكيدول البيسبول أكسيد السينول هو عادة أكثر الأنواع المستخدمة يعني من الأكسيدات الموجودة بالزيوت الأساسية وموجود أساساً باليوكاليبتوز يعني زيت اليوكاليبتوز ويستخدم كمطهر بالدرجة الأساسية مضاد أيضاً للفطريات أيضاً استخدامات بالدرجة الأساسية نجي الآن الفيكس أويل هسا احنا عندنا الاسينشال خلصنا نجي الان الفيكس اويل اللي هو النوع الثاني من الزيوت اللي موجوده بالنباتات طبعا هي الفيكس اويل ايضا هي استرات استرين او جليسرين فاتي اسيد اللي تكون عند الوزن زي مالتها عالي مثل ايش الفيكس مثل بلاماتيك اسيد ستياريك اسيد اوليك اسيد هاي نسميها كلها فيكس اويل فيكس اويل إذن هذه الأنواع الثلاثة المهمة شباب هاي راح أركز عليها عندي المهمة اللي فيها هاي بالنسبة للإسترس هي عادة نسميها بالجليسيرايد الاسم العلمي مالتها الجليسيرايد طبعا هنا عندي الاسترات اللي موجوده اما تكون عندي ليكويد او تكون عندي صلب حسب الوزن الجزيئي يكون يكبر الوزن الجزيئي تكون تتحول عندي المن الى صلب يصير عندي والسبب انه تتحول الى صلب هذا احتمال يجي التعليل هو ليش اكو عندي يصير عندي زيوت ثابته بصيغه الصيغه ما تكون صلبه واخرى تكون سائله يعتمد بالدرجه الاساسيه على الفاتي اسيد تشين لينكس هذه نثبتها لنا شباب مهمه جدا على طول السلسله and degree of saturation هذه وايضا ثبتها degree of saturation فهذا هو السبب الأساسي اللي يخلي تختلف عندي الزيوت الثابتة من ناحية القوام لربما تكون سائلة أو تكون عندي صلبة كل ما تزداد اللينكت مات الفاتي أسيد الأحماض الشحمية يكون عندي يتحول المن إلى صلب فعندي الستيارك اسيد صلب الستيارك اسيد هسه ماده صلبه الاويلك اسيد لا مو صلب دكتور يعني الفيكس اويل هو نفس الجليسرين الجليسرين هو احد انواعه او الجليسرايد نسميه مرات اي نعم 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 محمد الشيء المهم الاخر عاده تستخدم هي السوليد الجليسرين ستيريت
هي تكون عندي صلبة. الجليسرين شباب اكو يكون سائل عندي كجليسرين، واكو عندي صلب، مثلا جليسرين تكون مادة صلبة. الفيكس او ما يبي اما تكون يعني المصدر مالتها المنشأ، احنا طالما احنا نتعرف على المنشأ مال الدراكس اللي احنا نستخدمه في المعالجات الطبية، فيكون عندي اما المنشأ مالتها فيجيتابل، يعني من ال يعني من النبات، from fruits من الفواكه، من السيد، من البذور، اللي هي عندي الكاستر اويل هذا معروف عندنا، البينات اويل، الكارتون اويل، الماستر اويل، الكوكونت اويل، البالم اويل، هاي كلها. الكوكونت اويل هو يسموه بجوز الهند اذا سامعين به. وايضا ممكن ايضا يكون عندي من جزء انيمال. اذا اما انيمال يعني مصدر حيواني، او يكون شنو شباب مصدر نبات. بطبيعه السؤال هنا أنا give a comparison between essential. ها هاي بعدنا خلينا نجي هذا السؤال. السؤال اللي انا مو ربما اطرحه هو يكون كالتالي، مثلا هنا أنا راح يكون عندي هاي المنطقه what are the source of fixed oil oils. شنو الجواب؟ animal or or plant. لا نقول vegetable or animal. وراح يكون عندي give an example على سبيل المثال. أعطي مثال، فتعطيني مثلا الكاستر اويل هو من المصدر النباتي، يعني من النباتات، وعندي الفيجيتابل اللي هو الكود ليفر اويل. هذا طبعا الكود ليفر اويل هو زيت يسموه كبد السمك، زيت كبد السمك. وشارك ليفر اويل زيت مال ايضا كبد بس سمك القرش. وعندي اللارد هذا اللي هو شو اسمه شحم الخنزير، شحم الخنزير. هذه هي انواع الانيمال اويل، الفيكس اويل اللي جاي منين؟ من المصدر مالتها الانيمال على سبيل المثال. السؤال الاخر اللي ذكرته انه جيف كومباريجن، سوي مقارنه ما بين بتوين الاسينشال اند فيكس اويل، سوي مقارنه بيناتهم. احنا اخذنا هسه احنا ثلاثه عندنا، عندنا الفيكس والاسينشال والفيكس، وبعد شنو والمينرال، صار راح نجي المينرال. سوي مقارنه بيناتهم. والسؤال الاخر ما هي مواصفات اللي هو هذا اعتقد موجود هنا، What are the features of the fixed oil؟ شنو مواصفات الفيكس اويل؟ اللي هي هنا لو نجي اول شيء they are non volatile and leave a grease stain on evaporation. اول شيء هي طبعا عكس الاسينشال، اسينشال volatile مو؟ يعني هسه احنا راح نسوي المقارنه بيناتهم. الاسينشال فيد كل شيء يكون عندي volatile compounds متطايره، ولهذا من اقدر افصلها بايش؟ افصلها بالايفابوريشن. هنا لا، هنا تكون عندي نون فولاتايل وليف جريسي ستين، يعني بقعه دهنيه، يعني من اسوي عمليه تبخير. هاي اول ميزه اللي هي تميز عن هذا. They have caloric and food value، عندهم يعني قيمه غذائيه، يعني بيها سعرات حراريه، هذه مو مثل الاسينشال.
يعني الفيكس السعرات الحراريه مالتها اعلى. They form soap with alkalines. يتكون صابون من اضيف لها الالكالايدز اللي موجوده. هذا بعدين عندي اللي on a prolonged stay يعني من عوفه فتره زمنيه طويله they become rancid يعني تعطيني تصير زنخه نسميها زنخه حتى ريحتها تتغير. الشيء الآخر المهم راح أشر عليه شبابنا they don't have market pharmacological activity ما عندهم ما عندهم فعالية طبية يعني منتشرة بالسوق مثل فعالية الاسينشال يعني استخداماتها قليلة عادة مثل الكاستر اويل والراشين اويل. عندنا طبعا الكاستر اويل شو يستخدم هذا مسهل والثاني هذا نستخدمه ملطف راشيز اويل. هذا قلنا احدى الخاصيات. عندنا الاوليف اويل اللي هو هذا يعطيني الاوميجا 3 اذا سامعين به البولي ساتشوريت اوميجا 3 اللي موجود بالاسماك هذا هو الى القابليه انه يسوي عمليه ريليف سفرينج وايضا يمنع الكانسر يعني امراض السرطان وغيرها. الفيجيتابل فاتس اللي هي المارجن الساف فلاور اويلز الانيمال فاتس هذه ايضا تستخدم استخداماتها بالبلود كوليسترول اللي هو نسميه ليفل يعني الحفاظ على يعني مستوى ضغط الدم هاي الدرجة الأساسية لمنع حدوث أمراض القلب بالدرجة الأساسية. بس هي أكو مشكلة بها هذه الفات الفيجيتابل أويلز طبعا هي المسؤوله سوري المسؤوله في زياده هذا مستوى الكوليسترول بالدم. دائما هي الفيجيتابل اويل هي المشكله عندنا اللي احنا نسميها الاحماض الشحميه اكثر شيء هذه ثلاثيه سوينا مشكله طبعا وتزيد منين من مساله الكانسر يعني الاصابه بالسرطان ولهذا لا ينصح انه استخدام هذا النوع من من الفيجيتابل اويلز. عندنا النوع الاخير اللي هو المينرال اويلز النوع الثالث شباب اللي هو المينرال اويلز طبعا هي من اسمها معدنيه اذا جايه منين من مصادر معدنيه عاده تكون عندي واحد انواعها اللي هو الهارد بارافينز والسوفت بارافينز والليكويد بارافينز اللي هي تختلف عن يعني هذا جايه من يعني من هذا عاده نحصلها من الليكويد بتروليوم يعني من المعادن او من النفط وغيره فممكن نحصل على هذا الزيوت. طبعا هي بصوره عامه شو تكون عندي هار يعني صلبه وتستخدم كمرهمات بالدرجه الاساسيه يعني البارافين اويل والسولت بارافين كلها تستخدم كمراهمات بالبيبي اويل اللي هو هذا الزيت مال الاطفال يستخدم بالدرجه الاساسيه ايضا. طبيعه السؤال give the three types of mineral oils ثلاث انواع اللي راح تكون عندي شنو هي من يقول لي؟ دكتور الحمام
وال ايه ليكويد. الهارد والسوفت والليكويد. تمام، عاشت الايام. طيب طبعا ممكن استخدامها بالسيل كلتشر، يعني في تنمية خلايا، يعني بالباثولوجي ممكن استخدمها بالكواليتي، بالدواجن ايضا ممكن استخدمها، واستخدمها ايضا بالفيترينري، يعني في حقل الطب البيطري ممكن ان تستخدم هاي المينرالز. النوع الاخر من بعد عندنا الاسترويدز، واللي هي ايضا مركبات التيربنز ايضا، بس تختلف انه الرينج مالتها ستراكشر يختلف عن التيربنز الاعتيادي. امثالها اللي هي سبانونز، اللي هو بلان سترويد، الجلوسي ستيل، فينوليك كومباوند، الكركمين، هذا احد انواع الكركمين، هذا مشهور. عندي اخر شيء اعتقد اللي هو الجامز، اخر شيء اللي لا الجامز عندي، والريزن والتانكس عندي ثلاثه. نجي للجامز، جامز الاسماغ، طبعا عندي اكو جامز واكو عندي مثلي جير، مثلي جير، مثلي جير. المسج اللي هو صمغ بس شنو غرواني، يعني غروي، يعني الجامز اكو صمغ الاعتيادي جامز واكو صمغ الغروي، يعني الميز بيناتهم. شنو الفرق بيناتهم؟ الجامز عادة يذوب بمن؟ بالمي. هذا ده ميزة، ميزة الصمغ عن المسلج اللي هو الصمغ الغرواني نسميه، بينما الصمغ الغرواني هذا شيء كوني سيمي مسز، يعني كتلة لزجة، كتلة لزجة يكون. طبعا هنا الأصماغ عادة يتم الحصول عليها من خلال النباتات، أما هي موجودة مصدر نباتي، أجي أقشرها من النبات مالته، أو أسوي عملية يعني باستخدام الستريس، يعني سحب قوي من السيقان مالت النبات اللي تحتوي على الجامس. الجامس تيجي الآن عندي أنواع، يعني بصورة عامة الجامس ممكن أقسمها إلى ناتشرال جامس، والناتشرال جامس ممكن أقسمها إنما إلى أيضا أنواع اعتمادا على المصدر مالتها. and their origin إلى uncharged ionic polymers بالدرجة الأساسية. ال natural gums عادة ممكن أحصل عن من ال نسيو البولي الكترولايز، الأجر، هذا الأجر معروف، الجين، الصوديوم، الجينيت، هاي كلها مركبات أصماغ طبيعية، دراغونز، لامرين، هاي كلها مركبات أصماغ طبيعية. الجام عربيك هو أحد أنواع، هذا الجام عربيك هو أحد أنواع البولي إلكترولايتس اللي نسميها بالأيونيك بوليمرز، هذا وهذا حصله من شجرة الأكاسيا يسموها. عندي أيضا الجام جوتي، هذا من الأنجوسيا تري، أرجع الأنجوسيا أيضا، وجام تونوجي فروم أستراكس ساب أيضا، هذه طبعا هاي كلها أشجار مشابهة إلى أشجار الصنوبر، بس شنو بيها أصماغ. الانشارد عندي الجير الجور جامز، هاي من الجيربينز نحصلها، الالبس موز جامز من الفريش فوت، الفواكه يعني الجديدة، يعني بعض انواع الفواكه ايضا نحصلها، واكو هواي انواع عندي من الانشارد هواي. هاي طبعا هنا يعني يجي مثلا عندي سؤال هنا، give
اعطيني مثلا give five types الان char get gums. بتعطي طبعا هواية هي الانواع، بتعطي بس ناخذ 5 انواع من الانواع نذكرها هي هاي ال تشيكل جام على سبيل المثال اللي هو جاي من التشيكل تري، هاي موجوده بالصين. البوماش جامز، الجور جامز، كل هذه الانواع هي نسميها بالانشارج. المسألة الأخرى شباب إنه الـ natural gums أيضا ممكن إنه تنتج by bacterial fermentation، يعني سواء عملية fermentation المن بوجود البكتيريا ممكن إنه أنا أقدر أحصل عليها هاي. الصبغ الغرواني يسميه بالمسلج، هذا أقدر أحصله من بذور نبات الأشجار قصدي التريجونيا فورس جراسيم، ممكن أحصل هاي. هاي يصير نبتات يعني مثل شجرة صغيرة، يصير أكثر شيء موجودة يعني بآسيا. أيضا النشرة كان ممكن أستخدمه يعني صناعات غذائية كمسخن عامل مستحلب ومثبتات، و يعني استخداماتها هي إضافة للاستخدامات الدوائية، هي لها استخدامات أيضا غذائية للدرجة الأساسية. معظم الجامز نستخدمها هي هاي مهمة جدا شباب، راح أشر عليها pharmaceutical excipient اللي راح ناخذها إن شاء الله بالفصل الثالث. يعني استخداماتها هي أما تكون كديلونات بايندرز ديسنجريتر، هاي خاصة الأرابيك جام، يعني هذا الأرابيك جام أكثر شيء يستخدم بالمستحضرات الطبية. سيكنرز أيضا ممكن أستخدمه إذا كان عندي المستحضر مالتي هو شكل سائل، أيضا ممكن أستخدمه. وحشينا عن المسلج أيضا بالمحاضرة. الرزن عندي الآن النوع الآخر، إحنا هاي كلها في حقل ما يسمى الدراجز فروم بلانتس، يعني من النباتات. نجي الان للراتنجات، هي هذه شنو هاي الريزنز، شنو المقصود بها؟ لا يجينا سؤال. از ا بوليمر هيدروكربون سكريشن، ا بوليمر هيدروكربون سكريشن يعني هو افراز، يعني ماده هي ماده هيدروكربونيه بوليمريه يتم إفرازها from many plants، من العديد من النباتات. الكونفورس تري اللي هي أشجار الصنوبر، فهاي الأشجار الصنوبر بها اللي حصله هو ما حصل من عندها القام، هو حصل عنده عندها الرزن الراتنج، يصير عندها راتنج تختلف عن القام. طبعا الرزن يختلف distinct from اللاس والقام، الاختلاف بيناتهم شنو هو؟ انه هذا الرزن يتم الحصول عليه من خلال الاكسده او عمليه البرمله علما للفولاتايل اويلز. واضح؟ الرزن هذا يجي منها، يعني هي الفولاتايل اويل بس شنو هو عندي؟ مؤكسده او مسوي لها بوليمرايزيشن، وتختلف عن القام بالدرجه الاساسيه. اذا هنا راح يجي السؤال، What are the difference between resin and gum؟ شنو الاختلاف ما بين ال difference
شنو الاختلاف ما بين الرزن والقام؟ فنقول انه الرزن اساسا هو يتم الحصول عليه من خلال الاكسده الفولاتايلز اويل، او سواء عمليه البوليمرايزيشن يعني. الناتشرال رزين شنو مواصفاته؟ هو شيء فيوزبل يعني ممكن ان تنصهر، فليمبل اورجانيك سبستانس يعني مواد عضويه قابله للاشتعال، تكون عندي شفافه ايضا، واللون مالته يكون يلوش تو براون يعني ما بين الرمادي الى الاصفر، بين الاصفر والرمادي. انسوليبل ان ووتر ولكنها سوليبل ان الكحول كلوروفورم اند ايثرز. والامثله عليها هاي الماتوسنوفر الاسافيديا، هاي احد الانواع، الكلوروفورم هذا مشهور عندنا يعني، صار هاي كلها سوري البنزاين هذا الكالوفاين، هاي كلها انواع الناتشرال ريزنز، الكوبابيا ايضا، الجوجال، الماستيك، بلسم يعني هذا بلسم ساندراكس هذا احد انواع البلاسم المستخدمه بالحقيبه الطبيه، الستوراكس، التولو بلسم، الكولتار، اولي ريزنز، هاي كلها احد انواع الشغلات، اوليغوم ريزن هذا معروف، الاوليغوم ريزن، البلسمز، البنزويك، التول، البريو، هاي كلها هي ناتشرال ريزنز. ممكن انه هذا الناتشرال انه maybe combined with oil، ممكن انه يعني ترتبط مع الزيوت الغامز مع ايضا الاسمار يعني نسوي مركبات وياها. عادة البنزوين هذا يستخدم inhalation in common cold يعني اعراض البرد، هنا ايضا يستخدم هذا antiseptics مطهر ايضا، protective sealing ايضا يستخدم حماية ايضا، بلاسترز في مختلف كماده انجريدينت في مختلف انواع البلاسترز اللي موجوده، شالك عندي ايضا هو هذا احد انواع الناتشرال ريزنس. البلسمز انواع كثيره طبعا اللي تستخدم في معالجه الكوش يعني امراض الجهاز التنفسي عندي، وعندها مواصفات انه هي انتي سبيتكس يعني مطهر عام ايضا بدرجه اساسيه وواقي الجسم، وتمنع عملية الرنس. عندي التنيز أيضا هنا اللي هي البيتر نون تيغريس البولي فينوليك بلانت، هاي كل أنواع التنيز اللي موجودة. التنيز باينز تو اند بريسيبيتيت بروتون يعني ممكن انه تتحد وترسب البروتينات، احد استخداماته طبعا. موجوده عاده بالفروس مثل الجرابس، العنب، البرسيوم هذا معروف عندنا، البرسيوم هو هذا، وعندي البلبري هذا يسموه بالعنب البري يختلف عن هذا، بالشوكليت موجود عندي، بالليغام الفورنكس يسموه علف البقول احد اسماء هذا، موجود ايضا عندي بالبيتا سليب بالسالكس كاربا، هاي كلها يعني النباتات اللي يتواجد بها التنيز. البولي الجول تنيز اللي هو الجلوكوسايدز اوف جلوكوز، وموجود عندي بالاوكا جيلز، الاوكا جيلز اللي هي نسميها بالكرات البلوط يعني بالبلوط موجود هذا. تانيك اسيد اللي هو اكثر استخدام التنيز،
ايضا من الاوغا جيلز اند يوز فور تشيتنج البيرنتس و الديارة الفينس والديارة يعني الحروق وما شابه ذلك. عندنا أيضا التوكسين، هذا آخر شيء اللي هو بلوتونيوم توكسين للكاسترولايت، اللي هو استخدامات يمنع طبعا هاي يسموه الكلونيكليك ترانزيشن، احد الامراض يسموها الانتقال الكوليني، كوليني يسموه كوليني ترانزيشن، هاي طبعا هنا امراض الجهاز التنفسي بالدرجه الاساسيه، فهذا يستخدم التوكسين في هذا الاتجاه. التيبل اللي هو هذا شلت التيبل، هو نفسه التيبل هو نفسية هذا اللي جمعناها الموجودة بالش سمعتكم بالملزمة الأساسية اللي هو البلانس والدراكس اللي صفر، اللي هي هسه قد ذكرنا أنواع لهذا النباتات والمصادر مالتها. الآن إحنا كملنا البلانس، راح نجي الآن إلى المصدر الآخر المهم اللي هو الأنيمال. نجي الآن نشوف الأنيمال، إيش راح نحصل من الأنيمال؟ هو اذا تلاحظون اكو مساله مهمه شباب، انه معظم العقاقير شو يكون عندي مصدرها اكثر شيء شنو؟ نباتي دكتور. ممتاز ناقص، معظم العقاقير يعني بالدرجه الاساسيه، وهي من سابق لهذا. واذا تلاحظون المكونات اللي شفناها هسه احنا يعني اكثر الشيء اللي شرحناه هسه هو على يعني المصادر النباتيه وانواعها وشكلها. الآن راح نجي الآن المصدر الآخر المهم اللي هو من الحيوانات، يعني من الكائنات الحية. هنا عندي حقيقة many important drugs، العديد من المستحضرات والعقاقير الطبية اللي ممكن أنا أحصلها منين؟ من مصادر حيوانية. فهذه أما يتم الحصول عليها مباشرة من إفرازات الجسم الحيوان أو من السوائل والغدد مالته، الجلانس يعني الغدد مالته. هنا نقسمها إلى ثلاث أنواع، المستحضرات أو العقاقير الطبية اللي نحصلها من الحيوانات. النوع الأول نسميه بالهول أنيمال، يعني من الحيوان ككل ناخذه، او ذير اورانجز من الاعضاء مالته، او ممكن انا اخذه منين نسميها بالجال دور برودكتس، يعني من المنتجات من الغدد يعني المصفى. يعني اما يكون عندي من الحيوان نفسيته او جزء من اعضائه او الغدد اللي موجوده به، مثل الاكستراكت مالت الليفر مال الكبد، هنا عندي الليفر والغده الدرقيه اللي هي ثيرويد اورجان، الغده الدرقيه. اذا هذه هي المصادر. فالسؤال يقول which part of animal can we get drugs، من اي مصدر من الحيوان ممكن انا احصل على الدراكس؟ شو يكون جوابنا شباب؟ كيف الدكتور؟ لا يعني لا مو يا اما من الحيوان يا اما من الحيوان الاورجان مالته اما ممتاز. يعني اما عاشت اياديكم، اما من الحيوان بالاساس، من الحيوان من جسم الحيوان نسيته او احد اعضائه الاورجانز مالته او من الغدد مالته. وراح نجي الان من الهول انيمال، منين احصل الهول يعني الحيوان ككل؟ هنا أنا عندنا اليوروبيان ميديكال لي هيردو ميديسيلينز، هاي يسموها العلقة الطبية الأوروبية، العلقة الطبية الأوروبية هذه شكلها
أنا شكلها هذه لها شوية. هي شنو هي هاي؟ فصيلة حيوانات العلقية يسموها، دائما تعيش في مياه البرك. هذه من عندها أقدر أحصل على مستحضرات طبية مهمة. النوع الآخر أيضا شباب اللي هو المكسيكيان بيديكالج، هذا الأوروبي وهذا المكسيكيان المكسيكي، وهو نفس الشيء همنا، يعني العلاقة الطبية المكسيكية اللي حصل من عندها الهيرادين والهيبارين، هاي المركبات والعقاقير الطبية المهمة. عندي نوع آخر نسميه بالكانثرايس سكين ايرنت، مهيجات الجلدية الكانثريدية، كانثريدية هذه اللي هي احصلها من الميليباس سيراب، يعني هاي الاسباني شوفلايز، ذكرون الدبابه الاسبانيه اخذنا عليها سابقا، من البيسترينج بيتلز ايضا احصلها، البيتلز يعني هاي الخنافيس نراويكم شكلها، هاي الخنفسانه هذه، هذه من عندها نحصل شو اسمه عقاقير طبية. هاي مرات احنا شنو ما نهتم لها، يعني جوز يعني نسحقها مو شباب، نغسلها رأسا، بس هي مهمة. لا دكتور نخاف منه. اي صحيح. عندنا عندنا النوع الآخر اللي هو اللاك اور، نسميه الشارك، the resin substance prepared from a section of insect. طبعا هاي منين؟ من الحشرة، هاي عندنا حشرة نحصل من عندها يسمونها الحشرة، حشرة القشرة الهندية. وعندي ايضا الماسك سنت اللي هو رائحة المسك، هذه عادة احصلها من افرازات البصيلات، مسك الغزلان نسميها هنا انا، الماسكولا بيفارس اللي هو لو نجي اللي هو هذا من الغزال نسيته، هذا يسمون مسك الغزلان، مسك دياب، من هذا النوع من الغزلان اقدر احصل على هذا المستحضر الطبي. وعندي تشالك، تشالك هذا يعني قبل عندي الكيفوت، كيفوت هذا يعني هذا حصله من يعني هذا ايضا افرازات حصلها من الكيفوت كات، الكيفوت كات سامعين بيها شباب الكيفوت كات؟ لا دكتور أول مرة أسمع به. اي هاي اسمها قطط ال قطط الزباد، زباد يسموها، موجودة والله هنا، هاي كبرها شوية، كبرها شوية، هذه قطة هي برية طبعا يسموها بالكيفوت، سيفوت، سيفوت مو سيفوت، اي سيفوت، اي سيفوت كات، سيفوت كات، سيفوت كات. هذه ايضا حصل من عندها من الافرازات، تستخدم طبعا كمراهمات ايضا أحد استخداماتها. عندي تشالك القباشير هذا،
هسه احنا اخذنا الهول من يعني من جسم الحيوان ككل. عندي النوع الاخر، عندي نوع الاخر اللي هو اخذ منين؟ من اعضاء different or, organs and their product include، يعني من الاعضاء جسم الحيوان اللي هي مثلا من الجلد، هذا skin of the African cloud frogs. frogs شنو frogs؟ frog ضفدع. اذا هذا هذا ضفدع افريقي، الجلد مالته هذا استخدمه انتيبايوتكس يعني مضادات حيويه، اللي هو لو والله نطلع شكله. طبعا احب هاي الشغلات ابغى عليها هذا. افريكان جلاد فوكس. وكنت النوع الاخر هذا هم هم ضفدع، نوع اخر عندنا. هاي من اين نطلع عقاقير طبيه شباب؟ هاي من اين نطلع عقاقير طبيه؟ النوع الاخر اللي هو سكين اكستراكت فروم اللي هو هذا اكوادوريان بويسن فروغ، يعني الضفدع الاكوادوري، اكوادوري يسمونه، اللي هو هذا هسه قبل شويه اعطيتكم صورته، اللي هو هذا النوع الاكوادوري. هذا من الجلد مالته ايضا نحصل على مستحضرات طبيه، بوتات انجلسن كومباوند، يعني هذه مسكن قوي تعتبر، يعني مسكنات قويه ممكن استخدمها. عندي من البنكرياس اوف كاو اند البورك، يعني منين هذا من هذا البنكرياس مالت البقر ممكن، او لا او لحم الخنزير اقدر احصل على الانسولين والهرمون البورك ايضا صمم. عندي الكاو ستومش اللي هي شنو الكاو ستومش اللي هي معده البقره، ممكن احصل عنها من البيبسين، هذا احد العقاقير الطبيه. عندي ال من الثيرويد جلاندز اللي هي الغده الدرقيه مالت الحيوان، اقدر احصل الثيروكسين. عندي من الكبد الليفر احصل البي 12، اقدر احصل من الحيوانات كبد الحيوانات. عندي ايضا من الكود ليفر اويل اللي هو السمك يسموه زيت زيت كبد السمك، القد زيت كبد السمك، هذا احصل ايضا من من الاسماك ايضا. عندي ايضا من الهيومن كيدني سيلز اقدر احصل على الاركينز انتي توكسيك السيرة، اللي هي مضادات حيوية. هذه هي من الاعضاء نقول عليها. السؤال راح يكون specify five drugs obtained from organs of، طبعا لازم اقول of animal. عشان of ممكن يكون عندي بهذا صيغة سؤال بهذا الشيء. الآن من الغدد اللي قلنا الجزء الآخر، قلنا اللي هي من الغدد ممكن أحصل عندنا النوع الأول هو البينوم أو التوكسين، هذا أحصله أيضا من السنيكس، يعني من الثعبان سبايدرز عناكب، من العقارب ايضا احصل، ومن الحشرات اللي هي شنو هي هي بولي بيبتايد اور نون بيبتايد توكسين، هو يعني او توكسين بس يكون اما من نوع البيبتايد او النون بيبتايد، اللي هذا حصل ممكن هنا احصل من الاسماك اللي يسموها رباعيه الاسنان، اكو احد انواع الاسماك اللي هي تسميها بالبفر فيش، والله اكو الا صوره اي هاي هاي اللي. ها
هاي اللي يسموها بالبفر فيش. حتى شكلها غريب مو شباب؟ يا شايفة دكتور، وين؟ هي هاي سمكة عادية بس من تتعرض للخطر هيك تنفخ روحها. ايه اي عندنا بعد الانواع الاخرى عندي. البيبيتايد هذا اللي هو خافض للضغط، احصله من البرازيليان بيبر، يعني ثعبان البرازيلي. طبعا هو استخداماته خافض للضغط بالدرجة الأساسية. والله عندي هذا شكله لا ما عندي شكله. إذن هو هذا من الثعبان البرازيلي. عندي الجيلاتين هذا معروف استخداماته، أقدر أحصله من الكاو هايد سبيلت بالدرجة الأساسية، يعني جلود البقر ممكن أحصل عنه. البونز العظام أيضا، البورك سكين قشرة لحم الخنزير هذه ممكن، الفيش سكين اللي هو قشرة الأسماك ممكن، يعني القشرة مالته. الهوني العسل هذا معروف منين أحصله، حصله من النحل. البيس واكس اللي هو هذا الشمع العسل أيضا أحصله من النحل أيضا بالدرجة الأساسية. عندي الشيتين اسمه رسمه بالكيتين، هذا أيضا هذا من قشريات بحرية أنيمال، يعني يسموها المارين كراستوكينز، قشريات بحرية ممكن أحصلها. هذا عندي تشيستون أيضا، هذا أحد النواتج أيضا تشيستون. ايضا حصلها من غضروف البقر هذا اللي هو الكاو كارتليج، غضروف البقر. عندي الهايدرو نوك اسيد هذا حامض، ايضا حصلها من نيوترال تيشوز بالدرجة الأساسية. اذا هذه هي يعني من الأجزاء الأخرى من يعني الغدد و ما شابه ذلك ممكن أحصل عنها العقاقير من الحيوانات. عندي المايكروبايل سورس، إذا خلصنا الحيوانات نجي الآن عن المايكروبايل سورس، يعني اللي يجيني منين، هاي من الكائنات الحية، الكائنات الحية اللي هي مايكروبات نسميها. مثلا على سبيل المثال عندنا البنسلين هذا معروف، هذا جاي منين؟ من البنسلين ناتاتون، ناتاتون اللي هو فطر البنسلين، يمكن صورته موجودة. هذا فطر مثل الفطر هو هذا، أحصل من عند البنسلين. عندي كلورا فينوكول هذا مضاد حيوي طبعا، منين احصلها؟ احصلها من البكتيريا مات اللي هي سترو توماس بنزا داس، اي احد انواع البكتيريا المستخدمه. عندي مضاد فطريات الانتي فانجال دراكس، هذا احصلها ايضا من نوع من انواع البنسلين جريفز، يعني فطريه ها بكتيريا يسموها بالبنسلين بنسلينيوم جريس لوبي. النوميسين هذا راح أأكد عليه، النوميسين من هذا استخداماته واسعة، أيضا من نوع من أنواع البكتيريا. سترو مايسين أيضا، هذا أيضا كلها بكتيريا شباب، كلها هاي أنواع البكتيريا، يعني هذه مستحضرات احصلها من البكتيريا من انواع خاصه بعمليات الانسان يسوي نوع من التخمير. ساشين هذا ايضا، ديكسترين ايضا، الكوردين هذا ايضا،
هاي كلها مستحضرات احصلها من اما من بكتيريا او من الافطر، افطر يعني الخاص بها فنجاي مالتها. specify five drugs from bacteria. فالفايف دراكس تساعدنا وين هالبكتيريا؟ هاي اول وحده، هاي بكتيريا واللي قبلها بكتيريا، يعني واحد هذه هسه، واحد اثنين ثلاثة أربعة وهذه خمسة، هاي كلها بكتيريا. وعندنا طبعا هي مو بس هذني، عندنا بعد البولون هذا أيضا، هذا مو يعني أنواع أخرى، مو عندي الإيمالسان، البيكاريست، هاي بكتيريا أخرى نوعية أخرى ايضا. هاي كلها طبعا يعني استخدامات كثيره شباب، يعني حصل على اعراض طبيه من البكتيريا. وهذه كل الانواع كارسيسين وغيرها، هاي كلها ممكن من عندها احصل اني مستحضرات طبيه من البكتيريا. عندنا المارين سورس اللي هي من يعني البحيرات هنا اللي نحصل على الكورال. شنو الكورال شباب؟ مر عليكم الاسبونج دكتور المرجان والاسبونج. اي المرجان صحيح، والاسبونج هاي طبعا هاي مش اسمها يعني كائنات بحريه، مارين مايكرو موجوده بالبحر، والفيش ايضا، الاسماك ممكن نحصل من عندها مختلف المضادات، الورم، مضادات السرطان، كلها ممكن احصل من هذه. انواع اخرى للانتي تومر المقصود به هنا مضاد للورم، انتي تومر مضاد ايجنت يعني مضاد للورم. انواع اخرى من المضادات اللي هي الاليثوبين، هذا احصل الديسكوربين، ديسكورادريما، ديسولاتا، هاي كلها احصلها منين؟ من الكائنات الحيه. طبعا هذا الاليثروبين هذا هو مرجان من الكورال، يعني نوع خاص من المرجانات هنا. هذا نوع لهذا الديسا حصل من الاسبونج، من الاسفنج. هاي من الرخويات اللي هي دولتاستاتين، هاي من المسكلز الرخويات هذه. اذا هنا أنا عندي هواي انواع اللي من الكائنات البحريه، المارين مايكروبيوم ممكن احصل عليها مختلف العقاقير الطبيه. دكتور نعم، هسه كل الادويه من الحيوانات ياخذوها؟ مو بس حيوانات، رقية من الحيوانات. هسه احنا جمع نظرة من النباتات اول شيء نباتات اكثرها، وحيوانات. اي والحيوانات، وعندنا الكائنات البحريه هاي اللي نسميها بالمارين مايكرو اورجانيزم، ومن البكتيريا اخذناها، البكتيريا وانواع اخرى. يعني هي اكو عندنا تقريبا ثمان مصادر، ثمان مصادر نحصل من عندها العقاقير، اللي هي النباتات، الحيوانات، البحر، شو اسمه، الكائنات البحريه. وعندنا اكو راح نجي هسه ناخذ التصنيعيه، سيمي ساينتفك او ساينتفكس ايضا. عندي من الجيولوجيك ايضا، وعندي من المينرال، من الطبيعه يعني المعادن الطبيعيه راح نجيها هسه. هاي عندنا المينرال يعني سورس، مثل ايش هسه لو نجي المينرال سورس، هو يعني هاي مصادر معدنيه يعني تجينا من المعادن يعني ان اورجانيك للدرجه الاساسيه. عندي الفيروس سلفيت هذا، وين استخدم هذا؟ الفيروس سلفيت من يستخدم؟ من يقول لي؟ ها؟ أدوية فقر الدم ياخذوها من المعادن. ها احنا قاعد اللي واحد عنده فقر دم شو نقول له؟ روح اخذ حديد، خذ مو؟ حديد. اي نعم دكتور. فهذا الحديد شلون يكون عندي كمستحضر؟ فما موجود حديد، موجود بصير موجود هذا يعني بالصيدليات. يعني المستحضر مالتي الطبي هو فيروس سلفيت، فهذا ياخذه يصير لونه اخضر طبعا، ياخذه
بس يسوي يعني يكون عندي مسهل بدرجة يسوي يعني إسهال يعني بي سايد افكتس. عندي المغنيسيوم سلفيت هذا أصلا استخدمه هو يسوي مسهل برجيتر يعني يسوي مسهل للأمعاء. عندي الألمنيوم هيدروكسيد، المغنيسيوم تراي سيليكيت، هاي كلها مضادات للحموضة نسميها بالبيبتيك ال سي ار، مضاد للحموضة. عندنا أملاح الذهب، زنك أوكسيد، هذا والله معروف مو مستخدمين هذا الزنك أوكسيد موجود بالصيدليات. من يستخدم هذا؟ حماية الجلد مو مرهم مال الجلد زنك أوكسيد، استخدامات واسعة. هذا عندي جولد سولت، هذه املاح الذهب، هذه هي انتي انفلاماتوري، طبعا استخداماتها واسعه بس شنو شوي مكلفه. هذه لانه تعرفون كل املاح الذهب مكلفه يعني مو سهل الحصول عليها. عندي تالك هذا معروف اللي هو هايدريتد مغنيسيوم سيليكيت، هذا استخدم ايضا كمنظف. والتالك اللي هو مثل الباودر هذا يصير مثل البودره اذا سامعين بيها. كاولين المنيوم سيليكيت هذا الزوربنت يستخدم، انتي ديتا مكستشرز ايضا ممكن استخدامه. ادي الميركل سولت طبعا هذا في علاج السيفليس، امراض السيفليس اللي هي طبعا هي ميركرال يعني املاح الزئبق، يعني هاي شويه خطره يعني هاي استخدامات تكون عندي لازم بوصفه من الطبيب. الايودين هذا نعرفه احنا نستخدمه كمطهر مو. البوركس ايضا نستخدم البوركس اللي هو اند فلوراين ايضا مطهر، بس طبعا الفلوراين خطر ما اقدر استخدمه، بوركس ممكن استخدمه. سيلينيوم هذا يستخدم ايضا استخداماته ايضا بالانتي درام شامبو، يعني من انواع الشامبو يستخدم بها هذا المنتج. البتروليوم ليكويد بارافين اقدر استخدمها، راديو اكتيف ايزوتوبس مثل الايودين وغيرها هذا ممكن استخدمها في التشخيص هذا يعني بالاشعه. وعندي اخر شيء هو هذا اللي يسموه كيس ليكار مركبات سيليكا، طبعا هي هاي ايضا لها استخدامات. هذا هسه مين من المعادن اخذناه. عندنا اكو اللي يسمى بالجيوغرافيكال اور هابيتيت سورس اللي هي على الموقع الجغرافي هنا، يعني يعني هذه من المشى يعني الكونتري مالته مسمى على اساس. اكو عندي زنجبير اللي هو زنجبيل اوبينال، عندي هذا اللي هو سالسان تشاينا يعني في جنوب الصين، هذا اندونيسيا مرات يسموه، يعني هو مرات يكون في مكان بس هو شو اسمه يعني التصنيع مالته او الاستخدام مالته في مكان اخر، يعني هو مثلا ينزرع في مكان معين بس استخداماته او الحصد مالته وتجميعه يصير في مكان اخر، فيسموها بالجيوغرافيكال اور هابيتيت سورس. وهي عندنا انواع كثيره من هذه. عندنا السيمي ساينثيتيك والساينثيتيك والبايو ساينثيتيك. نجي الان السيمي ساينثيتيك، يعني هي نصف شبه صناعيه، يعني مو صناعيه 100%، صناعيه يعني المصدر مالتها كيميكالز مواد كيميائيه نسميها بالساينثيتكس. السيمي ساينثيتكس هي مو صناعيه 100%، هي شبه صناعيه يعني نسميها بالهجينه، وهاي تجي مثلا انه اخذها من مصدر طبيعي واسوي عمليه شنو؟ تطوير عليه، اسوي عمليه تحفيز عليه، مثلا اضيف عليه فد حلقه اخرى، اورجانيك ماتيريال عليه، اي شيء يصير موديفيكيشن على الناتشرال سورس شو يسمي؟ في ساينثيتيك دراكس. نعم دكتور، يعني سيل راتنجات سيمي ساينثيتيك؟
الراتنج اللي اني اذا الراتنج مو الطبيعي محمد، الطبيعي اقصد هو اللي جاي اكسد. من اكس، اذا اكسده طبيعيه يعني سبب يعني شو اسمه المحيط مالته، مو اني جايبه ومسوي له عمليه اكسده، هذا فرق وياي يا محمد. اللي اجيبه اني واسوي عليه عمليات اني اسوي يعني نسميها بال يعني تدخل الانسان بالموضوع مو طبيعي. اذا تدخل الطبيعه هذا لا نسميه ناتشرال ما له علاقه بي. بس هنا لا، انا اجيب الراتنج مثلا واضيف عليه مركبات اخرى اطور من فعاليته، مو هنا راح يصير عندي نسميها بالسيمي ساينثيتيك دراكس. واضح الفكره؟ نعم دكتور. هسه مثلا عندنا الهرمون من المورفين، يعني المورفين هو شو اسمه نبات، نبات المورفين احصل من عند الهيروين، سوري الهيروين، الهيروين من المورفين. الهيروين هو طبعا هذا كله مواد مخدره هاي، بس هذا صار عليه موديفيكيشن على المورفين ومحصل على طبعا اغلى يصير عليه يعني الاستخدام مالته. عندي الهوموتروبين من الاتروبين، عندي البرومو سكولوبامين من السكولوبامين، يعني انا جايب مصدر طبيعي ومسوي عليه عملية إدخال كيميكال كومباوند عليه، صار عندي سيمي ساينتيتيك. ممكن عندي من الأنيمال سورس مثل الإنسولين إلى هذا اللي حصله، أو الهيومان إنسولين ممكن. فالسيمي ساينتيتيك هو أي مستحضر يكون المنشأ مالته طبيعي بس مسوي عليه موديفيكيشن، مسوي عليه موديفيكيشن يعني مدخلين عليه مواد كيميائية محسنين منين؟ من الفعالية مالته. أما الصناعي طبعا هاي أنواع، طبعا هنا أنا فروم الأنيمال سورس عندي هاي أنواع الأبروفين. راح يجي سؤال مثلا هنا هاي نضيف لنا سؤال، وين شو اسمه ياسر ماكو، يقول فقرة الأسئلة حلوة. جيب 5 عربي عربي دكتور. example. ها عارف عربي، سوري سوري شباب ما ادري ليش يفصل تحول عربي. جيب 5 examples of semi synthesis drugs based on animal source in the scientifics. فممكن هنا يكون عندي هذا السؤال، تعطيني هاي الامثله عنه. ايش عندي بعد؟ عندي الساينثيتيك سورس اللي هو هذا الان اصبح سابقا كان المستحضرات اللي تجينا من المصادر الطبيعيه هي الطاغيه في القرون السابقه وخاصه النباتيه. الان لا، المساله اختلفت. الان بسبب تطور التكنولوجيا صار عندنا يتم تصنيع معظم المستحضرات باستخدام الكيميكال سينثيسيس، باستخدام الطريقة الكيميائية. يعني أنا أصنعها من خلال تفاعلات كيميائية. زين ليش هنا ليش يفضلون الساينثيتيك سورس؟ مين يجاوبني؟ دكتور هي غير معدلين عليها، يعني راح تروح يعني تعالج المرض بدقة يعني أكثر. مو بس هاي، اكو ميزة أساسية أريد أسمع من البقية شباب، ميزة أساسية اللي هي دائما يفضلون الساينثيتك. بكر دكتور يعني دكتور يعني بسبب الإنتاج، يعني إنتاجها يمكن يكون مستقر يعني؟
لا هبة. دكتور يعني ممكن انه مثلا تقلل عليهم الكلفة، او يعني مثلا المواد الحيوانية او النباتية يحتاج نستخلصها ونعالجها هاي، بينما الكيميائية قبل تتفاعل يعني احنا نتحكم بالتفاعل. بس هم انا دا استخدم بيها مواد كيميائية هم انا مكلفة. لا مو هذا السبب، دكتور انه ما سبب صادمها مهم. طبيعية يعني؟ لا هو ليش يفضلون الساينتفك؟ السبب الرئيسي انه انا بالساينتفكس اقدر احصل على دراكس نقاوته 100% وما ممكن الحصول عليه بالطرق الطبيعية. يعني انا من اجي اخذ الدراكس من الطبيعي يعني من هذا يعني ما يكون عندي بيور 100%، ما يكون عندي نقي، بيه شوائب كثيره. بينما انا اجي احضر اوصله الى البيوريتي مارك 99.999 باستخدام الساينثيتكس ميثودز. هذا هو الفرق الاساسي. اذا راح اسوي سؤال هنا، أنا اسوي سؤال هنا، راح اسوي سؤال. هذا سؤال حلو. Give the A reason for referring scientific drugs on natural drugs. يعطيني ريزون، سبب ريفيرينج ساينتيفيك دراجز. فاعطيني السبب الرئيسي ليش انه يفضلون. فقلنا اول شيء النقاوه، يكون نقاوه عاليه. اي وبعدين السبب الاخر اللي ذكرته ايضا شباب، انه العمليات اللي راح اسويها هنا أنا، يعني عمليات التحضير تكون بخطه واحده، مو مثل النشره، عمليات الاستخلاص والفلتره وكذا وكذا الى ان احصل على النموذج مالي. شنو الانواع اللي حاليا اللي تستخدم بالساينتيك سورس؟ عندي الاسبرين، الانثراسين، الامفاسين، الكلوروكوينون. هذه عندي عدة أنواع، كلورا برومازين، باراسيتامول، أنواع كثيرة. إن شاء الله إحنا على المحاضرة الجاية راح ناخذ طريقة تصنيع الأسبرين بتفاصيل. شلون؟ طبعا الطريقة شنو هي؟ الطريقة الكيميائية. الأسبرين أقدر أحصله يعني بطريقة شو اسمه من ناتشرال، مو موجود هو بالناتشرال، اي في نعم نبات، دكتور. من النبات أقدر أحصله، واقدر احصله من الطريقه الكيميائيه. فان شاء الله على المحاضره الجايه نبدأ نشتغل بالطريقه الكيميائيه باذن الله تعالى. شلون هالمحاضره اليوم؟ زينه لو شويه متعبه لو زينه؟ ما تقدر حلوة تعرف زينة. بعد ما اشرب ادويه. طويلة طويلة ليش؟ طويلة دكتور. هو دكتور ما هذا يعني الرقيق، المستحضرات هذه هي هاي. ترى احنا بدنا ندخل في موضوع كلش يعني حيوي، اللي هو الدراكس، المستحضرات الطبيه، يعني شغل صيدلانيه، هاي شغل مال سنين. فاحنا بدنا نعطي فكره، فهو فعلا شويه مطول، بس هي هاي يعني لازم احنا نعطيكم هاي التفاصيل، تصير عندكم فد يعني فد باك جراوند كلش قوي في مجال المستحضرات. لحد الان بدنا ناخذ فقط المصادر مالتها، وراح ناخذ شلون نكونها، يعني شنو هي المضافات اللي نضيفها، وبعدين شلون نسوي الفورميليشن مالتها، وبعدين شلون نسوي عمليات يعني الكبس النهائي. هاي راح ناخذها كلها ان شاء الله بهذا الفصل. اذا اكو اي سؤال انا حاضر شباب. بس العفو دكتور، بكر، بس دكتور امتحان مع الشهر الأول، شو المواد اللي حتكون داخلة بيه يعني؟ وش وقت يعني حضرتك تريده يصير؟ نكمل ان شاء الله هذا الجزء اللي هو الشابتر الثاني، ونحدد يعني ان شاء الله على الخميس نكمل هذا، نحدد شو اسمه امتحان الشهر الاول بالشابتر الاول والثاني. دكتور يعني يوم الخميس لحدنا ان شاء الله. تمام دكتور. اذا اكو اي سؤال شباب.
واضح الأمور عيني. واضح دكتور. عاشت إيديكم وبارك الله بكم. هسه شو نسوي احنا قبل لا نخسر نفس الحالة السابقة تذكرون؟ نسوي ستوب ريكوردينج. ستوب.